السلام عليكم الحبيبات ديالي، جيت نقدم معكم واحد المقادير ديال طاج، واحد لاطا تاع الفوت. هنايا درت مطيشه فلفله، قطعتهم دوائر حطيتهم. هيا حبيبات، درت زلافه فيها قبيصه ديال الملحه، شويه القزبور وزويته بلديه وشويه الخل ديال الليمون، وخلطهم وخويتهم على هاد الخضار ديالي. وها الحوت ديالنا، درت واحد جوج فليفله. الحوته ديالنا عمرتها بشعريه صينيه، نختيها ان شاء الله في الفران تطيب ان شاء الله، ونوريكم ان شاء الله بعد ما تطيب ان شاء الله يا ربي. هاد الخبيزه ديالي اللي راه تتقلى، درت فيها الزيتون، درت فيها مصير، درت فيها زيت العود، درت فيها التحميره والكمون، التحميره والكمون وشويه قبيصه ديال الابزار. صافي هادشي ضفت فيها، قزبر معدنوس والثومه. هادي هي الخبيزه ديالنا البنات. هاني بغيت دورت الحريره، درت معلقه ديال مطيشات الحك عيشه، ودرت الدقيقه على حساب القياس باش دورت. وغندير تركه شويه السمن، ما كنديرش انا كنوره، كندير غير السمن. صافي نخليها تغلى شويه ونطفي عليها، راه قبيله رديتها طبخات تطب ليها الدقيق ديالها. صافي وان شاء الله نحطها. حبيبات ها هما الحوت، ها هو ديالنا، ها الحوته ديالنا كي تجي البصاره. يلا درتها بسبيطات عامرين، هنا البيض بلا كريش، وهنا يا خبيزه ديالنا حريره، شباكيه طميرات، وعصير ديالنا. وشكرا، ما تنساوش ليا لايك 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 لايك.